تسببت الاحتجاجات التي شنها ساكنة حيين متشاورين بمنطقة رويبة في قطع الطريق الرابط بين الجزائر والرويبة، مما سبب اختناقا مروريا وازدحاما كبيرا. الاحتجاج كان بقطع طريق وإضرام النيران بعد اشتباكات بين سكان حي كروش وحي سبيعات بالرويبة، وقد أدى إلى جرحى فيما لم تسجل أي حالة وفاة. تفاصيل مع أسامة حشو. عندي واحد نص ساعة، عندي ساعة ضربتها في الرغاية وساعة ضربتها هنا، عندي هز الزوايا وأنا قاعد هذي قريب الزوج ما كان والو. عندك صوالح تقضيهم؟ عندي صوالح، عندي خدمة، عندي كل. هنا تلمون بروبليم كون سي بلو دوني دو لا تيت سانسيرمون. تعسر الخدمة، تعسر الدار، تعسر الماكلة، تعسر. يا بلو ريان ادير. عندي واحد نص ساعة وأنا نستنى هنا بلاصة الكيلاسون هذه، رايح حتى الدار البيضاء.